يلا نضحك يلا نرنم ضحكة وترنيمة يلا 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 نلعب يلا نصلي جديدة وقديمة نتعلم منها محبة الله وكل الناس منصلي معكم من كل قلبنا بكل إحساس ضحكي 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 وترنيمة ضحكي 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 وترنيمة مرحبا أحبائي الأطفال وأهلا وسهلا فيكم في برنامجكم ضحكة وترنيمة. اليوم أنا كتير كتير مبسوط ودائما بستناكم بحب أشوفكم دائما دائما. خلينا نشوف أصدقائنا الحلوين شو أخبارهم. مرحبا أمير وأميرة وفرفور. مرحبا. مرحبا. كيف حالكم؟ مبسوطين. شو أخباركم؟ جاهزين جاهزين نرنم معاك. إيه بس أنا شايف أمير مش جاهز ليش؟ إلي ساعة بصحي فيه مش راضي يصحى. اصحى يا أمير. أمير خلوني. اصحى يا أمير. خلوني أعرف أنام. شو هالدور هاي؟ الواحد بعرفش ينام يكفي. لازم نروح على الكنيسة يا أمير اليوم الأحد. روحي لحالك. بصيرش يا أمير. أمير شوف لازم نروح على الكنيسة يوم الأحد. بصيرش بنكون نعسانين وكسلانين. لأنه هذا اليوم مميز لربنا للعبادة وللترنيم. مزبوط مزبوط صحيح. أنا معك أنه لازم دائما نتذكر ربنا كل الأيامات, بس يوم الحد مهم كتير نروح فيه على الكنيسة. وفي ترنيمة حلوة كتير 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 اسمها إن هذا اليوم ربنا صانع. تعرفوها مزبوط؟ نعرفها. طيب خلينا نسويها مع أحبائنا الأطفال. أوكي أول مرة. واحد اثنين ثلاث. إن هذا اليوم إن هذا اليوم ربنا صانع ربنا صانع فلنبتهج وأيضا نفرح نفرح به نفرح به. إن هذا اليوم ربنا صانع فلنبتهج وأيضا نفرح. إن هذا اليوم إن هذا اليوم ربنا صانع. أمير كيف بترتل أنت ولا نايم؟ لا طيب أوكي برافو عليك يا أمير. مهم جدا جدا. وانتو كمان أحباء الأطفال مهم انكم تروحوا يوم الأحد على الكنيسة. كمان مرة شاركونا الترنيم. حلو كتير كتير هالترنيمة مزبوط؟ مزبوط. يلا واحد اثنين ثلاث. إن هذا اليوم إن هذا اليوم ربنا صانع ربنا صانع فلنبتهج أيضا نفرح نفرح به نفرح. إن هذا اليوم ربنا صانع فلنبتهج أيضا نفرح. إن هذا اليوم إن هذا اليوم ربنا صانع. برافو عليكم برافو عليكم. وما تنسوا أنتوا أحباء الأطفال أنكم تروحوا على الكنيسة يوم الأحد. هلأ برنامجنا وقته خلص. خلينا نقول باي كبير كبير لأحبائنا الأطفال. باي باي. باي. برافو عليك أمير.